لا لا، مو هو اولا احنا لحد الان الفصائل المنخرطه في الحكومه، يعني الفصائل اللي هي جزء من الاطار، اي والاطار اللي شكل هذه الحكومه مو هي اللي تقوم بهذه العمليات، مو هي التي الان تمارس العمل العسكري، لا عصائب اهل الحاق لا بقيه الفصائل. الفصائل الموجوده عندك انت ذكرت الاخ اكرم الكعبي وبعض الفصائل الاخرى، هذه ليست منخرطه في الحكومه. ازيدك ايضا ان هنالك فصائل جديده ما نعرفها، ما حد يعرفها هاي بصراحه اقول لك. اي مو هاي ينطيها الحق ان 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 تعلو على صوت الدولة والدستور والقانون، ينطيها الحق. ابدا ابدا لا يحق لها ان تفعل ذلك الا اذا، اقول لك اي الا اذا قامت الولايات المتحده، وهذا اللي تقوم به الولايات المتحده الامريكيه بممارسات خارج اطار علاقاتها التي يفترض كما انت سميتها تاتي في اطار اتفاقيه الاطار طيب الاسلامي.